السلام عليكم، أنا نات جيمر من قناة طبيب الكمبيوتر بي سي دي. من منكم يحب ألعاب الرعب؟ أعلنت شركة فريكشنال جيمز عن إطلاق جزء جديد من لعبة الرعب الشهيرة أمنيسيا ذا دارك ديسنت، وقام الفريق بعرض تاريخ الإصدار والمنصات التي سوف تتواجد فيها اللعبة، حيث أعلن الاستوديو بأن اللعبة ستوفر رسميا في 20 من شهر أكتوبر المقبل عبر منصتي بلايستيشن 4 والحاسب الشخصي بمتاجر الجوج، ستيم، إيبك جيمز بسعر 30 دولار. تركز أحداث اللعبة على شخصية تيسي ترينر في قصة محاولة النجاة من مخلوق مميت يلاحقها في الصحراء الجزائرية، ويبدو أن هذا المخلوق يتغذى على خوفها ولذا يجب الحذر منه. ما لعبة الرعب المفضلة لديكم؟ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.